الآن إلى مجموعة من الأخبار، حيث كشف وزير السياحة في حكومة النظام بشر رياس جي عن وجود خطة لاستقبال 1,000,000 سائح ديني العام المقبل. ونقلت صحيفة البعث الناطقة باسم النظام عن الرياس جي أن عدد الليالي المشغولة فندقيا تبلغ 670,000 ليلة سياحية دينية منذ بداية العام حتى الشهر الحالي، بينهم 117,000 زائر من لبنان والعراق، مضيفا أن هناك حجوزات سياحة دينية لسبع سنوات مقبلة. كشف أمين مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني عن وجود ما أسماه مقر عسكري وأمني مشترك بين إيران وروسيا في سوريا، وأوضح شمخاني أن إيران وروسيا تقدمان من خلال المركز المشترك كل ما يتعلق بالاستشارات العسكرية والأمنية للنظام، مضيفا أن المركز يلعب دورا بارزا في الحرب على ما أسماه الإرهاب في كل من سوريا والعراق بحسب تعبيره. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطفلة الحلبية بانا العبد في القصر الرئاسي بأنقرة، وذلك بعيد وصولها إلى تركيا عقب تهجيرها مع أهلها من قبل ميليشيات إيران من شرق حلب. وتعرف الطفلة بانا بالأيقونة الحلبية بعدما حظيت بشهرة واسعة من خلال تسجيلات مصورة تتحدث مع أمها باللغة الإنجليزية وتدعوان المجتمع الدولي للنظر إلى ما يجري في حلب. وكان وزير الخارجية التركي جاويش داود أوغلو تعهد بإحضار عائلتها المؤلفة من 19 فردا إلى تركيا. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء.